هتكلم في الفيديو ده عن ترانزيت سكيميك اتاك. في الاول بيقول لك ان الترانزيت سكيميك اتاك دي بتتميز باربع حاجات. اول حاجه اللي هي حاجه اكيوت وحاجه فوكال، وهيكون معاها دوس برين فانكشن ومش هيدوم اكتر من 24 ساعه. يعني انا عندي منطقه ريجون في البرين حصل ان البلاد فلو اللي هو الاكسجين والجلوكوز سورس اوف انرجي الف، حصل اسكيميا، ولان الريجنال اسكيميا ديت هتافكت منطقه محدده، منطقه فوكال. طيب انا البيشنت هيجي وهو عنده نيورودفيسيت، وهلاقي النيورودفيسيت ده فوكال، هفترض اللي هو على فاسكولار بيسز. تمام. طيب يبقى انا عندي اهو هي حاجه فوكال ومعاها لوس برين فانكشن، وخلاص قلنا اللي هي اسكيميا ومش هتدوم اكتر من 24 ساعه. طيب بس المميز هنا ان انا ما قلتلكش ان حصل اسكيميا وخلاص، لا دي حاجه اكيوت هي معاها لوس برين فانكشن، وكمان حاجه هتبقى حاجه ترانزيانت يعني في ريفرسبل، والترانزيانت ده هياخد دقايق وصلوها لحد اقل من 24 ساعه والبيشنت ريجا نورمال. دي حاجه اسمها ايه؟ ترانس اسكيميك اتاك او تي اي اي. هقول لك مثال، الناس كانوا بياكلوا مع بعض، فجاه لقوا صاحبهم بيقول لهم ايدي تقلت عليا، هيكلموك هتقول لهم ودوه المستشفى، وبعدين هم في نص الطريق كلموك تاني وقال لك ده اتحسن وبقى كويس. يعني دي كانت حاجه اكيوت، كانت حاجه فوكال ما عادتش اكتر من 24 ساعه، يبقى ديت سي اي اي. طيب ايه اللي هيعمل لي كده؟ اللي هيعمل لي كده لا اما تكون امبولوس او ثرومبس، بس بشرط حاجتين. اول حاجه لحظه كده، ايوه ايوه ان الحاجه دي تكون صادم عشان تضمني ان هي الحاله تبقى اكيوت. طيب ومش صادم وبس كده، لا كمان تبقى تيمبرري، يعني يحصل بعدها ايه؟ يحصل بعدها ريزوليوشن، يعني عندي امبولس او ثرومبس بس بشرط تكون حاجه ايه؟ صادم وتيمبرري. فما هنا كده تمام. الصادم او التيمبرري ده هيضمن لي اللي هي حاجه ايه؟ تي اي اي. يعني عندي حته فسفوسه امبولس سدت ارتري، ولانها صغيره البلوت فلو حركها على طول او باشت بالفيبرينوليتك سيستم، ما عادتش وقت كافي انها تعمل انفراكشن وتدخلي البيشنت في ستروك. طيب في سبب تاني عندي علم عليه وهرجع له تاني، اللي هو بيقول ايه؟ ان منطقه عندي في البرين فيها اوريدي ستينوزس، فالبلوت فلو اللي رايح لها قلت. تمام. طيب انا البيشنت هيجي يشتكي من ايه؟ فاكر الصوره ديت وانا بقول لك ان حصل ريجنال اسكيميا وعملت لي فوكال ليجن، يبقى اكيد هيبقى على حسب انه بلاد فيزل حصل فيه اسكيميا، وانا عندي تو مين ارتيريال سيستم بيعملوا سبلاي للبرين، واحد بيعطي الجزء اللي قدام المخ اللي هو الكاروتيد سيستم، وواحد بيعطي الجزء اللي ورا المخ اللي هو الفيرتيبرو بازرال سيستم. طيب افتكر ان الجزء اللي قدام المخ فيه الموتور كورتكس اللي هي اريا رقم 4 اللي بتعمل سبلاي للكونترالاترال موفمنت اوف ذا بودي، وعندي سوماتو سنسور كورتكس اللي هي اريا 1 2 3 اللي بتدي سنسيشن برضه للكونتر لاترال، وفي الفرونتال لوب عندي الاريا 45 و44 بتاعت الكلام والكتابه. طيب لو حصل افكشن في الكاروتيد سيستم اللي بيدي بغاز المنطقه ديت هيحصل ايه؟ لما يحصل عندي كونتر لاترال موتور اور سنسور ديس فانكشن، او يحصل عندي افيزيا، او في حاجه اسمها اميوريز فوجاس. انا عندي الاوفسالميك ارتري طالع من الكاروتيد من انترنال كاروتيد ارتري، لو حصل فيه افيكشن هلاقي البيشنت يقول ايه؟ اللي هو كان متفرج على التلفزيون ومره واحده عينه الشمال ما عادش شايف بها، وبعدها بخمس دقائق وقت قصير قامت رجع طبيعي. يبقى انا عندي هنا حاله اكيوت وفوكال ترانزيانت لوس اوف ذا برين فانكشن. اللوس اوف برين فانكشن هنا متمثل في ايه؟ في الفيجوال لوس، ودي حاله ترانزيانت. طيب يبقى ده لو حصل افكشن للكاروتيد. طب لو حصل افكشن للفيرتيبرو بازر، طب اول حاجه الفيرتيبرو بازر ده بيدي ايه؟ هيدي عند السيربيلم وهو ماشي على البرين ستيم، هيدي الكلين نيرف. طيب لو حصل افكشن بقى يبقى هي ممكن يدي عندي ديبلوبيا، لو عمل ايه؟ لو عمل افكشن للكلين نيرف رقم 3 و4 و6، او لو البلاد فيزل اللي رايح للكلين نيرف رقم 8 هيعمل لي ايه؟ حصل له افكشن هيعمل لي امبالانس. طيب في حاجه عندي مكتوب هنا اللوس اوف كونشنسنس او دروب اتاك. ليه الكلام ده؟ لان عارف في المسؤول عن الصحيان الانسان اللي هي الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم موجوده اكتر في برين ستيم، فلو حصل ان البلاد فيزل اللي رايح لها حصل اتقفل وقل البلاد فلو هيحصل ايه؟ فينتنج او لوس اوف كونشنسنس. بس افتكر اللي انا قلت لك ان الريجنال اسكيميا دي بتعمل لي فوكال ليجن. طيب
عشان كده قال لك هنا ان الـ generalized weakness او الفينتنج والبلاك اوت الكلام ده بيكون only very rarely as a symptom of stroke or TIA. طيب يبقى انا عندي خلاصه السيمبتومز، لا اما تكون مشكله في الكاروتيد او مشكله في الفيستيبلو فيسل، يعني على حسب ايه؟ على حسب السيريبرال ارتريال ديستريبيوشن. طيب الوقت انا عندي بقى في الانفستيجيشن، فاكر انا بقول لك ان الجماعه اللي كان بياكلوا صاحبهم ايده اتقلت عليه وقلت لهم ودوه المستشفى وبعدين ايده فكت في نص الطريق ورجع طبيعي؟ عايز اقول لك انك مش هتعرف ان دي تي اي اي او ستروك الا لما يكون رجع للطبيعي، يعني التشخيص عندك بيكون ريتروسبكتيف تايم بيست. ايوه بس قلت لك برضو انها ممكن توصل لحد 24 ساعه. افرض البيشنت وصل للمستشفى هناك، هل ينفع اقول لك ان دي تي اي وهتفك بعد مده بعد 24 ساعه؟ اصبر، لا انت جراك اللي هي تي اي فلازم تتعامل معاه كانها ستروك. عشان كده بيقول لك ان الستروك والتي اي اي لهم ديفرنت اند لكن الكلينيكال مانجمنت بتاعتهم تكون ايه؟ سيميلر. طيب فاول حاجه انت هتعملها للبيشنت ده هي ايه؟ اللي هي نون كونتراست سي تي، اذا هي الفيرست ايميجنج ستادي اوبتيند. اول حاجه بيقول لك الفيرست بوينت اوف اسسمنت بيشنت ويز بوسيبل تي اي اي اللي انت تعمل نون كونتراست سي اي تي سي تي سكان. ليه بقى؟ عشان تشيل تعمل اكسكلوجن لو هي كان برنس يومر او هيموريج او هيماتوما. طيب يبقى انا عندي اعمل سي تي للبرين، طيب عشان استبعد الحاجات دي برنت يومر او هيماتوما او هيموريدج، او ممكن اعمل ام ار اي اللي هي سنسيتيف اكتر للاسكيميك ايفنت لو كان مثلا فراكشن صغير او كده. في حاجه عندي ثانيه برضو اللي ممكن اعمل سيريبرال انجيو، ليه؟ عشان اشوف لو في ستينوزيس في السيريبرال فيزل او كده، او ممكن اعمل على لو قلت لك ممكن المشكله عندي في الكاروتيد او فيرتيبرال فازلر، لو انا شاكك المشكله في الكاروتيد هعمل دوبلكس على الكاروتيد الترا ساوند، هيقول لي لو في مشكله في الكاروتيد هيوضح حالي. بس المشكله بتاعت العيب الكاروتيد عيب الكاروتيد الالترا ساوند ده ان هو هيوريني بس الكاروتيد مش هيوريني علاقته بالفيستيبولو برازر سيستم. طيب دلوقتي انا عملت الانفستيجيشن عشان السبب اللي هو يا اما كان كاروتيد يا اما مثلا سي تي او ام ار اي. في حاجه ثانيه ممكن اعملها اللي هي الايكو على الهارت. طب هعمل ايكو على الهارت ليه؟ عشان اشوف السبب، ممكن تكون اي اف وطلعت لي امبولاي هي اللي سدت لي البلاد فيزل ده. طيب دلوقتي بعد ما عملت الانفستيجيشن هعمل بقى التريتمنت. هو انا في الاول هعالج البيشنت ليه؟ ده هي كلها دقايق او ربع ساعه كترها وصلت لحد 24 ساعه وهيرجع تاني، لان ديت التي اي ايه عامله زي الانجينا بتاعت الهارت، يعني بعد شويه هيقلب زي ما في الانجينا هناك هيقلب ام اي، هنا ممكن بعد شويه هيقلب ستروك. عشان كده خالص في الديفينيشن قال لك ايه؟ قال لك ان الـ TIA is important predictor of stroke risk. فانت حضرتك ابدأ عالج ان الـ TIA واخدها سيريس عشان ما يدخلش بعد كده في ستروك. طيب يبقى الوقتي هعمل عندي preventive measure عشان اقلل ان يحصل له بعد كده ستروك. فهدي ايه؟ فهدي عندي انتي بليتلت زي الاسبرين او كلوبيجريل لكل البيشنت. والبيشنت مثلا عنده اي اف هديله مثلا ايه؟ انتي كواجولانت الهيبارين او سبكوتينيا الهيبارين او لو مولكيولار ويت هيبارين او الوارفرين. تمام. طيب هل في عندي تدخل سيرجيكال؟ لو حليت عندي الكاروتيد في سيفير ستينوزيس ممكن اعمل انجيوبلاستي او اندوكتروكتومي اللي هو بدخل بعمل ايه؟ ريفاسكولاريزيشن تاني للكاروتيد، بدخل افتح الكاروتيد ده تاني. طيب بعد كده بقى البيشنت ده مفروض جاله زي ايه؟ مفروض يدرسه ويتعلم منه اللي هو هيقلل بقى ايه؟ هيقلل الليبيد، هيقلل السموكينج، هيعمل كنترول اللايف ستايل بتاعته اللي هي كنترول الريسك فاكتور. دلوقتي في ثلاثة كيسز هيوضح موضوع التي اي ده كله. أول كيس عندي بيقول لك 57 يور اولد مان جا بليفت هاند ويكنس، والليفت هاند ويكنس ده قعد لمدة دقيقتين ما كانش عارف يستخدم ايده الشمال بس كان لسه بيعرف يمشي ويتكلم. طيب يبقى أنا عندي دلوقتي التو مينت ديت وضحت لي اللي هي ايه؟ ترانزيت، وكمان وضح لي اللي هو حاجة فوكال في ايده الشمال بس حاجة فوكال. وقلت لك فوكال يعني ايه؟ يعني الفوكال اللي حصل ده وضح لي اللي هي ايه؟ اسكيميك. تمام. اما عامل له رجع النورمال عامل له سي تي
ال سي تي والسي تي انجيو كان نورمال، بس لما عملوا له الام ار اي يعني قلت لك ان هي بتوضح سنسيتيف اكتر للفراكشن الصغير، فلقوا هنا في سمول ليجن في الرايت هيمسفير كونسيستنت ويز السيمبتومز. بس هم شخصوا ايه؟ يقول لك 50% من البيشنت كلينيكلي دايجنوزد ويز تايم بيزد ديفينيشن اللي هي الايتين وراي كبير وكان فوكال والام ار اي وضحت ده، يبقى دي حاله تي اي اي. طيب الحاله الثانيه الكيس رقم 2 قال لك 75 اولد مان جاب ايه؟ برايت هاند سويتنس لمده كان 10 دقائق، يعني 10 دقائق ايده كانت ايده اليمين كان حاسس ان هي تقيله. عملوا له ارجنت سي تي لقوا فيها كورونيك سب ديورال هيماتوما. طيب قال لك الكورونيك سب ديورال هيماتوما ديت عامله ايه؟ افتكر اللي هي كورونيك، افتكر اللي هو راجل عنده 75 سنه، عامله لي ميكانيكال كومبريشن للفيزن، ده اللي انا قلت لك اصبر عليها وهقول بعد كده، اللي هو ممكن البلاد فلو اللي رايح لمنطقه معينه يكون قليل في اوريدي اوكلودد او هايلي ستنزد ارتري، وده اللي عامل لي تي اي اي. طيب يبقى انا عندي هنا الكورونيك كورونيك سب ديورال هيماتوما هي اللي عامله ميكانيكال كومبريشن للفيزن، فعمل لي بلاد فلو فهي اللي عملت لي ايه؟ الرايت هاند ويكنس دي. طيب بعد كده اخر كيس عندي راجل عنده 50 سنه قعد مده 5 دقائق ليفت هيمبليجيا، نص الشمال كله عنده هيمبليجيا لمده 5 دقائق وهو صمت، عامل له هيت سي تي لو نورمال، بس لما عملوا له سي تي انجيو لقوا فيه هاي جريد ستينوزس. افتكر انا قلت لك ان هاي جريد ستينوزس هيعالجها بايه؟ اندراكتروبيوم. اه سيفير جريد ستينوزس هيعالجها باندراكتروبيوم او انجيو بلاستر. طيب دلوقتي هيعملوا له، هيمشوا اول حاجه على الادويه الاسبرين او السوماتيز واللي هي ستاتينز، وبعدين هيعملوا له عمليه اكزابيشن اندر وينت رايت كاروتيد اندراكتروبيومي ذا نيكست داي ويزاوت كومبليكيشن. بس كده يبقى كده موضوع تي اي خلص. وفي الديسكريبشن تحت هتلاقي اللينك للحاجات اللي اتقالت دي.